عسلامة يا جماعة، وينكم؟ شنو احوالكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا صحين شكشوكة تونسية، مكونات متوفرة في كل دار، صحن زمني تونسي وبنين على الاخر. به بالنسبة للمكونات، باش نستحقوا فلفل، باش نستحقوا طماطم، باش نستحقوا بصل. واذا كان انت عندك ثوم تحب تزيد، معناها تحط الثوم. حط بالنسبة للفاحات، ناخذو شوية تابلو كروية وناخذو شوية ملح. هذو هما المقادير، مكونات سهلة وبسيطة، في ساعة تحضر بنينة يحبوها الناس الكل. باهي ونتوكلو على ربي. أول حاجة نعملوها باش نبداو نقص الخضرة. نبداو نقص الخضرة متاعنا، الفلفل هكا أكيد يكون مغسول مر واضحة. نقصه على 4 وبعد نزيد نقصه على 2. الوصفة هذه الحق تطيب في الشتاء في الصيف، هي وصفة صيفية بامتياز، لكن حتى في الصيف في الشتاء ولا في أي فصل نطيبوها. بسم الله. طبق زمني وبنين ان شاء الله، جربوها الوصفه ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. نكمل نقص الخضره. هذه الطماطم نقصها على 4، البصل اللي يحب يزيد البصل يزيد. نكمل نقص الخضره ونرجع لكم ان شاء الله. وتوا كيف تشوفوا حطينا الزيت يسخن، وباش نبداو بالخضرة متاعنا بعد ما قصيناها. منظر الخضرة ما شاء الله، بسم الله. نحط كل شيء، الغاز قوي المرة الأولى، ومن بعد نقصو فيها نخليها تطيب سلة سلة. هاكم تشوفوا مكونات سهلة ومتوفرة في كل دار ان شاء الله، طماطم فلفل وبصل. اللي يحب يكثر البصل اللي يكثر، واللي يحب يكثر الفلفل، كل واحد شنو يحب. توا باش نكتلها شوية كتاب الكروية، نحط شوية ملح. هذه وصفة سهلة وبنينة بنتي. خليها تتقلب البداء، من بعد ما نقصولها في الغاز خليها تطيب فاقلها، تكون ريحة ما شاء الله. شوفوا هنا هو الفلفل والطماطم من غير الفاح والبصل، تحطهم يتخلاو جوست لحد من غير ما عليهم الطواحي، الريحة ما شاء الله. خلي زيتهم شوية الفاح، جربوها صدقوني وصفة سهلة وبنينة. وتوا باش نقص في الغاز ونغطيها، وفي الاخر بالكل في الاخرة اخر خطوة نزيد لها شوية جارليك باودر، ثوم مرقي، شوية كهرباء. والشكشوكة متاعنا حضرت ما شاء الله، الريحة تشهي عبيت الدار كلها. عملت معاها شوية سكالوب، شوية بروتين كما تحب انتي. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو اخر. وشكرا لكم على المشاهدة.